الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي. احلى فطيره عجينه البيتزا عند ماما بركه، بالصلاه على النبي، تحفه تحفه وهتعجبكم. بالصلاه على النبي، تعالوا كلوا معانا، وطريقتها سهله. بالصلاه على النبي، تعالوا نشوف. طبعا بالصلاه على النبي النهارده ايه قلت ايه؟ مش هطبخ ولا هعمل اكل، هعمل ايه؟ اعمل بيتزا. فطبعا عملت مني بيتزا بالصلاه على النبي، شفتوا الجمال والتحفه من تحت لفوق، اهي مستويه وجميله ومنفوخه. عملنا مني بيتزا جميله 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 ومنفوخه وحلوه بالصلاه على النبي، وعملنا فطيره البيتزا بالصلاه على النبي. شايفين الجمال؟ شايفين الجمال عامله ازاي من جوه؟ تحفه تحفه بالصلاه على النبي. احلى بيتزا واحلى مني بيتزا واحلى فطيره البيتزا بالصلاه على النبي، جمالها جمالها جمال بالصلاه على النبي. تعالوا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي. حبايب مباركه، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحه واتم حال. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ما صلى على النبي مباركه النهارده بتصب عليكم وبتقول لكم يا رب تكونوا في اتم صحه واتم حال. بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي. مباركه النهارده هتعمل ايه؟ وجبه خفيفه كده سريعه على طول، يعني مش واقفه على البوتاجاز ولا حاجه. بالصلاه على النبي، وجبه سريعه كده هنعملها. هنعمل ايه؟ بيتزا. هنعمل بيتزا، هنعمل من عجينه البيتزا هنعمل فطيره بالزبده البلدي بالصلاه على النبي. طبعا ايه مقادير البيتزا؟ بالصلاه على النبي، مقادير البيتزا كيلو دقيق بالصلاه على النبي، معلقه خميره، معلقه بيكنج بودر بالصلاه على النبي، معلقه سكر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. كل سنه وانتم طيبين. تعالوا كلوا معانا. ذره ملح بالصلاه على النبي. هنعمل النهارده بيتزا، وهعمل من عجينه البيتزا هعمل فطيره كده ايه بسمنه بلدي بالصلاه على النبي. حب الزيت بقى، حطي معلقتين كده اهوت بالصلاه على النبي. حطينا معلقتين زيت. مقادير البيتزا كيلو دقيق، معلقتين سكر، معلقه خميره، معلقه بيكنج بودر، ذره ملح بالصلاه على النبي. طبعا انا محضره للبيتزا بقى ايه؟ لحمه مفرومه، توابل اللحمه، حبه قوطه، بصل وفلفل. النهارده ايه مخلطه لها فلفل رومي كده الوان. بسم الله الرحمن الرحيم، بالصلاه على النبي. هنعجن الاول العجينه واركنها عبال ما تخمر بالصلاه على النبي. ايه اشتغل في ايه؟ في المقادير بتاعتي بالصلاه على النبي. سهله سهله يا حبايبي بالصلاه على النبي. حبايبي بيسالوني على ايه؟ على عجينه البيتزا. سهله، معلقه خميره، معلقه بيكنج بودر، ذره ملح بالصلاه على النبي، معلقه السكر بالصلاه على النبي، وتعجنيها. بسيبيها بقى ايه من نص ساعه، تلت ساعه، ساعه، حسب ما ترفع. في الشتاء بالصلاه على النبي بتطول شويه، انما احنا في الصيف هتطلع على طول باذن الله، بتخمر على طول من في الصيف. طبعا هي اهي هنعجن البيتزا كده بالصلاه على النبي. نص كيلو دقيق، كيلو دقيق، حسب ايه الكميه اللي عندك ما تعمليها بالصلاه على النبي. الصلاه على النبي. هلم العجينه واوريكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ايه مباركه بتقدرش تعجن على الرخامه، قعدت عجنت العجينه اهي بتاعه البيتزا اهي بالصلاه على النبي، اهي اهي بالصلاه على النبي. طبعا ايه العجينه دي بقى ايه هسيبها كده اهوت بالصلاه على النبي اهي، بروح ايه مغطياها بالفوطه كده بالصلاه على النبي، وبسيبها ايه لما تخمر بالصلاه على النبي. عجنت عجنت اهيت وغطيتها، غطيتها بالفوطه وعملت كده. تعالوا بالصلاه على النبي نشتغل في الحاجه الباقيه. هنعمل النهارده بيتزا عند ماما بركه. هنقطع حته زبده بلدي كده بالصلاه على النبي. هنعمل بيتزا، وهعمل من عجينه البيتزا هعمل فطيره. نعمل البيتزا بلحمه النهارده بقى، يعني ايه عيال بنتي قالوا لي ايه يا تيتا اعملها لنا ايه بحته جبنه ايه موزاريلا. انا مش بحب الموزاريلا صراحه، ماما بركه مش بتحب الموزاريلا، بس قلت ايه علشان العيال هعملها لهم. حطيت حته الزبده بلدي اهي، هروح منزله لحمتي كده صلاه على النبي. اللحمه دي هنعملها لايه؟ هعصبها للبيتزا. انا النهارده ايه خرطت شويه بصل كتير كده
مع فلفل الوان اهوت رومي، واللي يحب حار يحط. لا انا عامله رومي الوان احمر واصفر كله مع بعض اهوت حطيناه، حطيت حته الزبده يعني عشان اكتر لحمتي شويه، خرطت شويه بصل قطار مع شويه ايه فلفل الوان، توابلي سبع بهارات، ملح بشطه، فلفل اسمر بتاع دوت بابك. طبعا ايه هعصب لحمتي شويه مع الحاجه وبعد كده اوريكم، خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه على النبي. طبعا حطيت ايه اللحمه، وحطيت حته الزبده بلدي، ورحت حاطه لحمتي، ورحت منزله البصل بالفلفل، انا مخرطه فلفل الوان رومي، ومخرطه شويه بصل قطار اكتر لحمتي شويه يعني لو لحمتي قليله، ورحت حاطه توابل. حطيت التوابل ايه، فلفل اسمر، شويه بابريكا، ملح بشطه، سبع بهارات، دي التوابل اللي حطيتها. طبعا لحمتي شوفوا بقى معصجه هي، طبعا شكلها جميل تحفه تحفه بالصلاه على النبي. لو حبيتي عندك جزرايه برضو ضيفي جزرايه، الحاجات دي كلها مفيده وبتزود اللحمه شويه يعني حسب ايه امكانيات ست البيت. يعني الدنيا حلوه وزي الفل ومش عايزه تحط اي حاجه، حطي لحمه بس خالص بس. لا يعني ايه ست البيت اللي بقى معايا في البيت عيال والدنيا والغلا، بحب ايه نزق اي حاجه برضو مع اللحمه ايه تزود الكميه شويه. النهارده ماما بركه بالصلاه على النبي بتعمل بيتزا، وهعمل فطيره بالسمنه البلدي من عجينه البيتزا بزبده كده، يعني ايه غدوه تحفه تحفه كده على طول ايه، ومش هتطول ولا حاجه وايه ولا حاجه. طبعا عصقت اللحمه هو انا مقطعه حبيتين طماطم اهم مكعبات بس كده. طبعا انا عجنت العجينه ايه عبال ما تخمر، اسبك لحمتي بالصلاه على النبي. شايفين شكلها تحفه بالصلاه على النبي عامله ازاي، بالصلاه على النبي. طبعا ايه هسبك اللحمه بتاعتي، وما اخلص واجي اشتغل تكون العجينه طلعت بالصلاه على النبي. خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي. طبعا احنا عجنا العجينه مع بعض، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. طبعا ايه هي عملت اهيت، اختمرت اهيت بالصلاه على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، شوفوا بقى بالصلاه على النبي نعمل كده، بصوا بالصلاه على النبي اهي كده العجينه اختمرت اهي بالصلاه على النبي اهي اهي. حط بقى ايه حبة دقيق كده عشان نخلعها كده من بعضيها، الصلاة على النبي اهيت. نعمل النهارده اهي عند ماما بركة بيتزا، وهنعمل فطيرة من البيتزا، نعمل العجينة يعني من العجينة بتاعتها نعمل فطيرة بالصلاة على النبي. عشان ايه العجينه مع بعض، نبدا بسم الله، نقطع كده، نقطع كده زي البرتقانه كده بالصلاه على النبي اهو. بعدين نعملها تاني، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، عشان نعمل بها ايه الفطيره. صلى على النبي. دي بقى ايه برضو اهو، دي اللي هنعملها ايه بيتزا صغننه كده، صلى على النبي. الصينية كده زيت كده عملنا ايه؟ عملنا اهي عجنا البيتزا اهيت بالصلاة على النبي. هغطيها كده بقى واحضر حاجتي في الارض عشان ما بقدرش اعمل على الرخامة. تعالوا معايا بالصلاة على النبي بقى، نقطع ايه؟ نحط الزبدة كده نسيحها، اللي هنعمل بقى الفطير اهيت. هنعمل فطير بزبده بلدي، هسيحها واوريكم.
اللهم صل على النبي. طبعا ايه بالصلاه على النبي هنبدا اول حاجه ايه نعمل ايه الفطيره بالصلاه على النبي. نغرق الصينيه زيت كده بالصلاه على النبي اهوت. ماما بركه النهارده بتعمل ايه فطيره من عجينه البيتزا بالصلاه على النبي. الصلاه على النبي الصلاه على النبي. تعالوا كل يا حبايبي معانا فطير عند ماما بركه بالصلاه على النبي. كل سنه وانتم طيبين. قلنا النهارده نعمل ايه اكله كده ايه بالصلاه على النبي يعني ايه فطير كده. ساعات الواحد يعني بيزهق من الطبيخ والاكل يعني كده ايه نعمل اكله ايه خفيفه سهله سهله يا حبايبي بالصلاه على النبي اهوت كده. شفتوا الجمال شفتوا الجمال بتاع الفطيره بالصلاه على النبي كده اهوت. انا سيحت حطيت الزبده البلدي في السلطانيه وسيحتها شايفين عامله ازاي تحفه 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 بالصلاه على النبي. تعالوا كلوا معانا الصلاه على النبي اهي. النهارده هنعمل فطيره بقى ايه من عجينه البيتزا احشيها لحمه كده اهوت. طبعا انا على قد صينيتي فردت على قد صينيتها اهيت بالصلاه على النبي. شايفين الجمال اهيت اهي اهي فردت الفطيره خالص اهيت العجينه. طبعا ايه هحشيها بقى بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هعمل ايه بقى احط اللحمه كده اهوت مش هوزع في ايه فيها كلها علشان اعرف اطبق كده اهو. النهارده بقى العيال قالوا لي ايه عيال بنتي جابوا لي ايه جبنه موزاريلا وقالوا لي ايه حط لنا فيها. انا بحب الجبنه الرومي قلت ايه والله اللي اعملها لهم برده ايه هعملها برده طالما هم عايزين بموزاريلا هعملها بالموزاريلا. فطبعا ايه حطيت ايه حته جبنه ايه موزاريلا كده معاها بالصلاه على النبي بالروح على النيل كده اهو بالصلاه على النبي وبالروح جايبين دي كده اهو وبالروح جايبين دي كده وبالروح جايبين دي كده بالصلاه على النبي دي. احنا عملنا ايه الفطيره اللي هي بايه باللحمه. طبعا ايه انا دهنا الصينيه زيت ومبطناها بالدقيق بالصلاه على النبي اهي. ادي فطيرتها غيرها بقى بالصلاه على النبي. هروح برضو ايه جايبه دي برضو اهي بالصلاه على النبي صلى على النبي كده صلى على النبي. صينية التانية هي هحط فيها الايه الفطيرة دي صور. طبعا عملت دي ايه ما طبقتهاش ما حطتش اللحمة من جوه دي فردتها بس مش بالنشابة لا فردتها كده بايديا مكان السمنة. واروح عامل ايه بقى دي بقى ايه بيتزاية اهيت الصلاة على النبي صلى على النبي الصلصه دي. طبعا ايه انا عاملاها ايه عاملاها في البيت مسبكاها جايبه القوطه وغلياها وعصراها بالصلاه على النبي وايه بالصلاه على النبي لحمتي كده
عملت كده اهو. وغاليه القوطه ومسبكاها وحطها ايه زي صلصه البرطمانات. بالصلاه على النبي اهي. فردت لحمتي اهيت برده. بروح حاطه حتتين الجبنه الموزاريلا دول كده اهو. بالصلاه على النبي اهو. بروح حاطه قوطه كده. دي بتزايه. اما التانيه عملتها ايه فطيره وحشيتها من جوه اللحمه. بالصلاه على النبي اهي كده اهوت اهي. بالصلاه على النبي تمام. حبه جبنه رومي بقى كده. بالصلاه على النبي كده اهوت اهو اهيت. خلصت ايه البيتزاي. اما اجي ادخل الفرن اوريكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفرد بقى الفطيره اهي الفرن في الفرن اهي. الفطيره فتحت وسحتها في الصينيه وربت حشيها سمنه حشيها لحمه. بالصلاه على النبي اهي. من عجينه البيتزا عملت فطيره وحشيتها لحمه. بالصلاه على النبي اهي. شايفين عامله ازاي هنا بتاع البيتزا. عملت فطيره وحشيتها لحمه اهي. الصلاه على النبي اهي. ادي فطيرتنا. والصلاه على النبي تعال ندخل الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الفطيره بتاعتنا اهيت. بالصلاه على النبي. والبيتزايه اهيت. هاتلي الصينية دي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. والبيتزاية يستوى. بالصلاة على النبي واوريكم. خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دي اعملها ايه ميني بيتزا. بالصلاة على النبي. عملت فطيرة وبيتزاية كبيرة. بروح حطها ايه اهو كده. حطيتها في الصاج. مكان ما عملت الفطيره المسمنه بلدي بفرد ايه الميني بيتزا اهي. الصلاه على النبي كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بالصلاة على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم اهو عملتهم كلهم. بالصلاه على النبي. بروح عامله ايه بقى تعالى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي اهو. ندهن الصاج زيت ونبطنه بالدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. وحبايب ماما بركه تعالوا كلوا بيتزا من عند ماما بركه. سهل سهل يعني ايه. بنشكل برضو. الواحد بيحب يشكل يعني ايه. نزهق من الطبيخ نزهق من المحشي من التقليات.
يعني نخترع اي حاجه من البيت. كيلو دقيق بالصلاه على النبي وعملناه بالصلاه على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم اهوت اهو عاملينه كده اهوت برضو اللي يحب يعملها بسوسيس، اللي يحب يعملها بصدور فراخ، يعملها بجبنه، يعني ممكن نعملها بجبنه من غير لحمه خالص، ممكن نعملها نحط عليها مربى، يعني حسب. تحطي تونه، تحطي صدور فراخ، تحطي كبد وقوانص، يعني حسب ايه ست البيت ما عندها. وممكن ما عنديش بقى فراخ ولا كبد وقوانص ولا بتاع، اعملها كده اهوت من غير لحمه، يعني اعجن العجينه واحط شويه الصلصه واحط حبه جبنه مزداريلا، حبه جبنه رومي وقطايه وخلاص، وتبقى اتعملت البيتزا. يعني ايه ست البيت تتصرف باي حاجه في البيت تعملها بالصلاه على النبي. طبعا عملنا اهو البيتزا كلها الخمسه، هم اتعملتهم هم الصغيرين، الميني بيتزا عملناها، والبيتزا الكبيره والفطيره عملت فطيره من عجينه البيتزا، فردت العجينه على الاخر وحشيتها لحمه وحطيتها بالصلاه على النبي. اهو عملت الخمس بيتزات قدامكم اهم بالصلاه على النبي اهو، شفتوا بقى التحفه والجمال. واروح بقى موزعه بقى ايه الفلفلي بقى كده اهوت في النص، احط قطايه في النص كده اهوت بالصلاه على النبي اهو كده اهوت حسب ايه، وهتبقى تحفه تحفه بالصلاه على النبي كده اهوت اهو. ونشكل ونعمل ونشكل ونعمل حاجات للعيال في البيت بالصلاه على النبي. والحاجات دي بتتباع غاليه؟ لا، ما نعملها في قلب بيتنا اهي بالصلاه على النبي كده اهوت اهي. شايفين الجمال والتحفه اهي بالقرن الفلفل اهو بالصلاه على النبي اهو. خلصنا بتزيت اهي، طبعا هطلع اللي في الفرن وندخل ديت بالصلاه على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، خلصنا البيتزا، بصوا بقى الجمال اهو. بأي حاجة في بيتنا نعمل كده، لإيه أي حاجة نشكل. أحب إيه، أحب أغير الأكلات، يعني حتى لو الأكلة هي هي بس بحب أغير إيه الشكل. يعني أهو بيتزا برضه عملناها قبل كده كذا مرة، وأدي إحنا عملناها النهاردة أهو بالصلاة على النبي. هطلع اللي في الفرن وأرجع أدخل الميني بيتزا بالصلاة على النبي، وتعالوا اتغدوا معانا، خليكم معانا. ما صلى على النبي، بالصلاة على النبي، بالصلاة على النبي. فطيرة ماما بركة ايه اللي من بتاع عجينة البيتزا، فطيرة باللحمة بالصلاة على النبي. شايفين الجمال والتحفة بالصلاة على النبي عاملة ازاي بالصلاة على النبي. البيتزا بالصلاة على النبي، شايفين الجمال والتحفة. طبعا ايه هطلع دولة بالصلاة على النبي، هطلع البيتزا، البيتزا شايفين عاملة ازاي، تحفة تحفة بالصلاة على النبي، وردة كده وردة بالصلاة على النبي. والفطيره هي دي بالصلاه على النبي، لسه ما طلعتش، دي فطيره، انما الثانيه بيتزا، انما هي فطيره من عجينه البيتزا، عجنت الفطير البيتزا ورحت واخده منه عامله فطيره، وحطيت عليها لحمه مفرومه وحطيت جبنه موزاريلا بالصلاه على النبي. هطلع خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا طلعنا الفطيره والبيتزايه، زقنا الميني بيتزا هي بالصلاه على النبي. طبعا ايه بقى هتستوي وتيجوا تاكلوا معانا من الوجبه جميله بالصلاه على النبي، وهتعجبكم بالصلاه على النبي، خليكم معايا. الميني بيتزا بتاع ماما بركه بالصلاه على النبي، لسه ما خرجناهاش من الفرن، بالصلاه على النبي تحفه تحفه ومرفوعه ازاي وما بالصلاه على النبي. الميني بيتزا هي سويناها كلها بالصلاه على النبي، هي شايفين الجمال والتحفه اهي، بصوا عامله ازاي. طبعا خلصنا كده الوجبه، هنطلع من الفرن ونقدم، وتيجي تاكلوا معانا بالصلاه على النبي. ماما بركه بتقول لحبيبها تعالوا كلوا احلى بيتزا عند ماما بركه. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. طبعا النهارده انا قلت مش هطبخ وهعمل اكله حلوه كده، انا عملت لكم البيتزا كتير وكل حاجه، بس برضه بحب اغير. عملت النهارده فطيره البيتزا بالصلاه على النبي، تعالوا معانا نقطع بقى كده ونشوف الجمال والتحفه، شايفين عامله ازاي بالصلاه على النبي، تحفه تحفه باللحمه. فطيرة البيتزا عاملاها محاشيها لحمه من جوه، جميله جميله وتحفه وسهل، ومستويه من ورا وقدام جميله، تحفه تحفه بالصلاه على النبي. تعالوا كلوا معانا احلى فطير
بتاع البيتزا، واحلى بيتزا بتاعت ماما بركه، جميله وسهله ومش مكلفه وحلوه. تعالوا كلوا معانا. انا جايبه بقى جنبيها كاتشب كده، تاكلها من غير كاتشب، تاكلها بكاتشب بس حاجه جميله. العيال برضو رايحين اي مكان نعملها ونحطها لهم في علب كده في اكياس، بتتباع في الافران بس دي بتبقى عجينه بس وحته جبنه. لا نعمل ايه اي حاجه في بيتنا بالصلاه على النبي، هتعجبكم الوجبه وسهله وتحفه وبالصلاه على النبي. استنوني في الفيديو الجاي.